أهلا بيكم في قناة هنحكي. في يوم 1 مارس سنة 1932 بولاية نيوجيرسي الأمريكية والساعة 7:30 مساء، راحت المربية بيتي تطمن على تشارلي في أوضته لأنه كان نايم. تشارلي كان عنده 20 شهر وعايش مع أمه وأبوه اللي كانوا بيشتغلوا طيارين، لكن ما لقيتش الولد وافتكرت ان مامته خدته. راحت تشوفه مع مامته بس ما كانش معاها، وطلع ابوه وامه يشوفوا الولد في اوضته لكن ما لقيهوش. بس الاب لقى ورقه على حرف الشباك، ولما قراها لقاها جواب فديه ومكتوبه بخط سيء جدا مش منمق وفيها غلطات املائيه كتير. ورغم تحذير الخاطف انه ما يبلغش البوليس، لكن الاب فعلا بلغ البوليس. ولما الشرطه جت ابتدوا يدوروا حوالين البيت والمناطق اللي جنبه، وفي نص الليل وصل خبير البصمات وفحص بصمات الاصابع اللي على جواب طلب الفديه، لكن ما لقوش اي بصمات ولا اثار اقدام كمان تحت شباك الطفل. وقال المحققين ان الخاطف كان لابس جوانتي عشان يمحي بصماته، وكمان كان لابس نوع من القماش على حذائه عشان ما يسيبش اي اثر لقدمه. لما الشرطه فحصت جواب الفديه لقيت الخاطف طالب فديه ومقسمها لفئات معينه وبيحذروا تاني انه ما يبلغش الشرطه، ومن يومين لاربع ايام هنقول لك تسلمنا الفلوس ازاي. وفي اسفل الرساله كان مرسوم دايرتين لونهم ازرق وفي وسطهم دايره حمراء مثقوبه في المنتصف، وفي نهاية كل دايرة زرقاء في ثقب على اليمين والشمال. والحقيقة دي كانت علامة غريبة ما مرتش على المحققين قبل كده. والمحققين اتوصلوا بعد فحص جواب الفدية ان الرسالة اتكتبت من حد لغة الام مش الانجليزي، لكن لغة الام واضح قوي انها الالمانية. الشرطة بلغت خفر السواحل بامريكا ودايرة الجمارك ودايرة الهجرة وشرطة واشنطن باختطاف الطفل، وقالت لهم لازم تبلغون عن اي مشتبه به مع طفل شبه تشارلي في حالة ان هو كان بيغادر البلاد. والصحافة طبعا وقتها عرفت بموضوع الخطف لان ابوهم زي ما قلنا ان هم كانوا مشهورين، ونشروا اعلان عن غيابه. واعلن مسؤولي نيوجيرسي عن مكافأة 25,000 دولار للي يلاقي تشارلي او يدلي باي معلومات عنه. وكمان بابا تشارلي أعلن عن مكافأة 50,000 دولار، وكانت المكافأة النهائية 75,000 دولار، وده كان مبلغ كبير جدا وقتها لأن الاقتصاد كان في حالة كساد. وفي يوم 6 مارس وصل لوالد تشارلي جواب فدية جديد، وكان ختم البريد اللي على الجواب مؤرخ بيوم 4 مارس ومرسل من مدينة بروكلين، ورفعوا فيها مبلغ الفدية ل 70,000 دولار، وبرضه رسالة كان عليها الدوائر الزرقاء والحمراء في نهايتها. والخاطف قال فيها إن لازم يكون جون كوندون، وده كان مدرس متقاعد وشخصية مشهورة في الوقت ده، إنه يكون الوسيط بين عائلة شارلي والخاطف. مش عارفة هما ليه حددوا جون كوندون، بس يمكن علشان كان شخصية مشهورة كان يقدر ينشر إعلان في الجرايد، وده اللي هيطلبه الخاطف بعد كده. كمان الخاطف حدد ان المبلغ لازم يكون في صندوق خشبي، وحدد علامات الصندوق وحذرهم تاني ان هم يبلغوا الشرطة. وبعت الخاطف برسالة لجون انه ينشر اعلان صغير في جريدة نيويورك ويقول فيها ان المبلغ جاهز يا جفسي، ودي كانت كلمة السر اللي هيعرف منها الخاطف ان المبلغ جاهز عشان ياخده. جون نشر الإعلان فعلا، والخاطف اتواصل معاه عن مكان التسليم وهو مقبرة وودلون. ولما تقابل جون مع جافسي وبعد ما خلصت المقابلة، الشرطة سألت جون عن مواصفات الراجل. قال لهم إن الراجل كان غريب قوي وكان واقف في الظل طول المقابلة وما قدرتش أعرف شكله كويس. جافسي في المقابلة قال له إن تشارلي موجود في قارب ومحدش أذاه، لكن جون قال له ان مش متاكد ان شارلي بخير ومش هيديله المبلغ غير لما يتاكد انه كويس. جافسي قال له انه هيبعت له بيجامه الولد عشان يعرف انه لسه عايش. وبالفعل يوم 16 مارس وصل لكوندون بيجامه طفل صغير عن طريق البريد ومعاها رساله. كتب الخاطف ان كوندون ينشر اعلان تاني ويقول فيه ان الفلوس جاهزه. عمل كده فعلا كوندون، وبعدين والد شارلي اتعرف على بيجامة ابنه.
ووصل كوندون رسالة بموعد تسليم الفدية، وتم تغليف المبلغ في صندوق خشبي زي ما قال عليه الخاطف، اتصنع مخصوص عشان الشرطة تقدر تتعرف عليه بعد كده. كمان كان من ضمن المبلغ الفدية شهادات ذهب وشهادات نقدية، وتم تسجيل الأرقام التسلسلية للفلوس والشهادات. ولما تقابل كوندون مع جفسي عشان يسلموا الفدية، قال له إن هما ما قدروش يجمعوا أكتر من 50,000 دولار، ورضي جفسي وخدهم وقال له إن الطفل موجود عند واحدة ست ما تعرفش حاجة خالص عن خطف الطفل، واداله عنوان الست عشان يروح وياخده شارلي. ولما الشرطة راحوا العنوان، الست اللي هناك قالت لهم أنا ما عرفش حد اسمه جفسي وما عرفش حاجة أصلا عن الولد المخطوف ده. وفي يوم 12 مايو كان في سواق شاحنة هو وصديقه ماشيين بالعربية على بعد حوالي 4.5 ميل من منزل شارلي. الطريق ده كان فيه غابات، ونزل السواق عشان يقضي حاجته في الغابة، واكتشف السواق جثة طفل صغير جمجمته فيها كسر شديد جدا، والجسم واضح ان هجمته حيوانات الغابة وحصل له تحلم. وبسرعة طبعا بلغ الشرطة، ولما جم فحصوا الجثة لقوها جثة شارلي المفقود. وفي يونيو 1932 ابتدى المحققين يشتبهوا او يحققوا او يشكوا في بعض الناس ان هم يكونوا هم اللي ورا خطف تشارلي. شكوا في المربية، وكمان شكوا في كوندون، وفتشوا بيته، لكن ما لقيوش اي دليل على تورطهم في الحادث. وابتدت بقى الشرطة تركز على فلوس الفدية والارقام التسلسلية اللي عندهم، ووزعوا 25,000 نسخة فيها الارقام بتاعت الفلوس والشهادات الذهبية على البنوك اللي بتتعامل بالشهادات دي. بالفعل ظهر عدد منها في أماكن متفرقة، لكن ما قدروش يعرفوا مين اللي اتعامل بالفلوس دي مع البنوك. وفي 1 مايو 1933 كان مقرر أنه هيتم استبدال الشهادات الذهبية بفلوس نقدية جديدة، و1 مايو ده كان مقرر أنه هو آخر يوم هيتم فيها استبدالها. قبل الميعاد ده بأيام قليلة، راح راجل معاه 2980 شهادة ذهبية لبنك منهاتن عشان يغيرهم. الموظف عرف من أرقام الشهادات إن دي اللي متبلغ عنها، وعرف إن الراجل اللي غيرهم كان اسمه جي فولكر، وكتب عنوانه. ولما الشرطة راحت العنوان ده ما لقيتش حد بالاسم ده ساكن هناك أصلا. وفي خلال 30 شهر لاحظوا المحققين إن في فلوس من مبلغ الفدية اتصرف وابتدوا يتابعوها. وفي 18 سبتمبر 1934 لاحظ صراف بنك شهادة ذهبية من اللي متبلغ عنها، ولما راقب الراجل اللي جابها وبعد ما خرج من البنك كتب لوحة العربية اللي ركبها الراجل وأرقامها وبلغ الشرطة. الشرطة تعقبت لوحة العربية وعرفوا إنها ملك لشخص اسمه ريتشارد هاوتمان، وعرفوا إنه مهاجر ألماني وعنده سجل إجرامي في ألمانيا. وبالفعل الشرطة قبضت عليه ولقوا معاه شهادة ذهبية من مبلغ الفدية، وكمان 14,000 دولار من فلوس الفدية لقوها في جراج بيته. ولما سألوه قال إن الفلوس والشهادات دي سابهم صاحبه وشريكه فيش، وفيش ده مات في 29 مارس 1934 بعد وقت قصير من رجوعه من ألمانيا. وقال هاوتمان إن أنا عرفت بعد وفاته إن الصندوق الخشبي اللي سابه عندي كان فيه فلوس، وقال إنه احتفظ بالفلوس دي لأن فيش كان مديون له بمبلغ من المال. وقال أنا ماليش أي صلة بجريمة الخطف، معرفش إن الفلوس دي كانت أصلا فدية. كمان لما الشرطة فتشت بيته لقت دفتر ملاحظات وفيه رسم تخطيطي لبناء سلم زي اللي لقوا بعض من أجزائه تحت شباك أوضة شارلي، ولقوا كمان مكتوب في دفتر الملاحظات دي رقم جون كوندون الوسيط اللي كان بين الخاطف وعيلة شارلي، ولقوا كمان قطعة خشبية في الحجرة اللي هي أعلى بيت هاوتمان، وطبقوها بالقطعة اللي لقوها في مسرح الجريمة وطلعت متطابقة. ولما اتحروا عن فيش ده اللي قالهم عليه هاوتمان وان هو ساب الصندوق عنده، عرفوا ان فيش ده توفى بسبب مرض السل وانه ما كانش لاقي تمن العلاج. كمان صاحبة البيت اللي استأجر فيش منها المنزل قالت انه ما كانش بيدفع الايجار، وده كان سبب كمان لإدانة هاوتمان. وفي 24 سبتمبر 1934 تم اتهام هاوتمان بخطف وقتل شارلي،
واتحكم عليه بالإعدام، وتم إعدامه بالصعق الكهربائي يوم 3 أبريل 1936. ودي تكون حكايتنا النهاردة، وأشوفكم إن شاء الله في حكاية جاية. تحياتي.